الملاحظ بأنك وكذلك سامي مهدي كان لكما رأيا حادا في رواد القصيدة الحديثة في العراق. الحقيقة أنني على الإطلاق في أي وقت من الأوقات لم أحاول إلغاء الجيل الذي تحدثت عنه، جيل الرواد أو جيل السياب ونازك الملائكة وبلند إلى آخره، لم أحاول إلغائهم، وإنما توصلت إلى قناعة أن أي حركة لا تصمد أو لا نكتشف إبداعها بدون النقد الذي يجب أن يوجه إليها. من هذا المنطلق حاولت أن أراجع تجربة السياب بصورة خاصة باعتبار أنه الشعر الأهم داخل هذه الحركة في تلك الفترة. فيما يتعلق بسامي مهدي، وأقول ذلك علنا، أن موقف سامي مهدي كان موقفا مهزوزا تجاه جيل الرواد، لم يكن له موقف في الحقيقة. إذن لماذا طلبت منه التوقيع على البيان الشعري؟ الحقيقة أن سامي مهدي كما قلت لك أن في العام 1965-67 كان مقلدا للسياب، وهذا ربما يعترف به هو نفسه. هنا على تجربتك الفنية التي يبدو أنها تثير إشكالا لدى القراء والنقاد، أنت تكتب نصا مفتوح الأجناس أو متداخل الأجناس، مما يجعلنا نحن كقراء والنقاد كذلك أن يحاروا في تحديد هوية النص الذي يكتبه فاضل العزاوي. كتبت مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة، النص الذي نشر في العام 1969. في مقدمة هذا العمل ذكرت أنني أحاول الوصول إلى نص يستطيع أن يكون قصيدة ورواية وقصة قصيرة ومسرحية ولوحة ومقالة إلى آخره. كان هذا النص في الحقيقة من النصوص الأولى التي فتحت الطريق إلى ما سمي فيما بعد بالنص المفتوح. أي فنان على وجه الإطلاق، أم تقصد الفنان الذي تشرب التقاليد الثقافية الأولى؟ بالتأكيد بالنسبة لأي فنان، بالنسبة لأي كاتب، لأي شاعر، لا يستطيع أن يكون شاعرا أو كاتبا بدون أن يكون امتداد لكل التراث الثقافي القومي وحتى العالمي إذا سمحت بذلك. طبعا الفنان أو الشاعر أو الكاتب الذي لا يعرف عمله لا يستطيع أن يقدم شيئا، وإنما يقع بنوع من الفوضى. بالنسبة للكتابة العربية، أنا منذ البداية أطرح هذه الفكرة، نحن نريد أن نصل إلى نص بروح عربية.